السلام عليكم، اسمي عبد الغفور ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله قررت ان اجيب على السؤال التالي: لماذا يا عبد الغفور لا تظهر او لا يظهر معك الفتيات الروسيات في فيديوهاتك؟ سؤال جميل صراحة، ولهذا قررت ان اشرح بالتفصيل لماذا. هناك ثلاث اسباب لا رابع لهما. السبب الاول هو انني إذا استعملت فتيات روسيات معي في فيديوهات لكي يعني بهدف أن أزيد المشاهدات، فسأكون إنسان حقير، وإنسان حقير جدا إلى درجة يعني درجة خسيسة. لماذا؟ لأنك عندما تصل إلى مرحلة أن تستعمل البشر، يعني بشر من أجل يعني كأشياء من أجل أن تصل إلى أهداف أخرى، فصراحة يعني إنسانيتك في خطر. فاهم؟ يجب أن تفهم انك يعني خسيس بدرجه كبيره. وبصراحه انا ارى العديد من اصحاب يعني اليوتيوب في روسيا يستعملون هذه الوسيله يعني لزياده المشاهدات، رغم ان محتواهم تقريبا يعني قيمته ضعيفه جدا. فاهم؟ يعني قليل جدا من الفيديوهات التي تجد انه يعطيك فيها يعني معلومات تنفعك او شيء ما، فقط تعالى انا وزوجتي نعمل كذا، انا وصديقتي كذا. فاهم؟ انهم يعرفون ان الغالبيه الكبيره من العرب يعني ينجذبون لهذا النوع من الفيديوهات. المساله الثانيه هي انني اعرف جيدا، وهذا الامر اراه كثيرا في الواقع هنا. فاهم؟ الكثير من الطلبه، انتم تعرفون ان الكثير من الطلبه ياتون الى روسيا وسنهم صغير، يعني لا زالوا لم يصلوا الى ذلك يعني المرحلة العقلية يعني من النص الكافي. فاهم؟ يعني أغلبية، قد أقول 40-50% من الطلبة الذين يختارون روسيا يختارونهم بسبب البنات. نحن نعرف أن الفتيات الروسيات هم أجمل في العالم، فقط يعني في الشكل. فاهم؟ يعني لا أريد أن أضحك على الأشخاص. فاهم؟ يعني لأن أعرف أن ذلك الشاب عندما يرى فتاة روسية يعني يصبح المنطق يعني يفكر ويرى الأشياء يعني بمنطق أقل. فاهم؟ يعني يصطاد بسهولة. فاهم؟ هذا لا أظهر إطلاقا الفتيات في فيديوهاتي، لكي يعني عندما أتحدث حول الموضوع ما أوصل الرسالة، ولكي الطالب كذلك يفهم الأمور ويرى الأمور على حقيقتها. ليس أن آتي بفتاة معي كذا وأتكلم له عن الموضوع وهو غالبا لن يركز في الموضوع، يبقى فقط ينظر إلى الفتاة ويرى كل شيء جميل. فاهم؟ ويرى فقط الإيجابيات ويتغاضى عن السلبيات. وأخيرا سوف أحكي لكم يعني قصصي مع الروسيات. فاهم؟ قصصي مع الروسيات، وهذا هو السبب يعني الأكبر لماذا لا تظهر معي الفتيات الروسيات. أنا كما قلت في الكثير من الفيديوهات، أنا منذ 4 سنوات وأنا في روسيا، لدي 3 تجارب مع الروسيات. التجربة الأولى كانت في سنتي الأولى. فاهم؟ كانت روسيا معي في نفس السكن الجامعي، كنا مثل الإخوة. فاهم؟ مثل الأخوة، وصداقة يعني رائعة جدا، يعني مثل الأخوة، كامل الاحترام كذا. فاهم؟ وذات يوم سألتني عن الإسلام، بدأت أشرح لها موضوع الإسلام كذا كذا، كل مرة تسألني عن حاجة أبدأ أشرح لها كل ما يخص الإسلام. وذات يوم فاجأتني وقالت لي: سوف أخبرك بسر. قلت لها ماذا؟ قالت لي: أنا مسلمة ولا أحد يعرف عن هذا الموضوع، لأن أسرتي مسيحية ومسيحيون متشددون. فاهم؟ يعني إذا عرفوا أنني مسلمة يعني سوف قد يطردوها من البيت أو يحدث شيء ما من هذا القبيل. فاهم؟ يعني لمدة 1.5 سنة كان بينني وبينها يعني علاقة أخوة جميلة جدا. فاهم؟ علاقة نظيفة، صداقة وأخوة جميلة جدا. ذات يوم يعني أنا مثل أخوك. فاهم؟ يعني أول واجب لي هو أن يعني إذا رأيتك تعمل شيء غلط وكذا أن أوجهك، أن أقول لك: يا صديقي، هذا الشيء غلط، لا تفعله وكذا. فاهم؟ ذات يوم في صورة حسابي على الواتساب وضعت صورة بملابس يعني في الثقافة الروسية ملابس عادية جدا، يعني فستان يعني قصير قليلا، ويعني إلى حد هنا الكتف. أنا كمثل يعني كأخ صادق قلت لها: يا فلانة، أنت حاليا مسلمة، لا يجب أن تلبسي مثل هذه الملابس لأنك مسلمة. فاهم؟
فجأة يعني غضبت وكذا، قالت لي ليس من حقك أن تقول لي كذا وهذه فاهم، وبدأت يعني تكتب ذلك الكلام. هو شوف من حقها، ولكنني أنا كذلك فقط أعطيتها نصيحة أخوية. ليس هذا ما هو المهم، المهم هو أن فقط بسبب هذه الكلمة، بسبب هذه النصيحة الأخوية التي أعطيتها، أصبحت كأنها لم تعرفني من قبل. فاهم؟ يعني قالت لي لا أريد أن أتحدث معك مرة أخرى وكذا. يعني سنة ونصف من الأخوة الصادقة يعني ضربتها في صفر فقط بسبب نصيحة أخوية صادقة. أوكي أنا فهمت من كلامها، قلت لها يعني أوكي على راحتك. بعد عدة أشهر أخرى تعرفت ذات يوم على روسية أخرى، فاهم؟ كنا نتحدث أعتقد حوالي 15 يوم وكذا. ذات مساء بينما كنت أنا جالس يعني في حاسوبي، لا أتذكر أشاهد شيء ما وأقوم بتمارين منزلية أو شيء ما بخصوص الدراسة، فجأة أرسلت لي رسالة قالت لي تعال الآن إلى بيتي. قلت لها كيف؟ قالت لي قلت لك تعال الآن إلى بيتي، فاهم؟ قلت لها كيف تعال الآن إلى بيتي؟ قلت لها لا تحسبينني حذاءك أو تحسبينني شيء تستعملونه أو شيء. لا، قالت لي، والمرة الثالثة قالت لي إما تعال الآن إلى بيتي وإلا لا داعي أن نتحدث مرة أخرى. من هذا الكلام فهمت أنها يعني كانت يعني تراني كشيء لتحقق به رغبتها، فاهم؟ يعني كانت لا تراني كشخص، فاهم؟ كانت تريد أن تستعملني كشيء، يعني تراني يعني كشيء تستعمله عندما تريده. فورا صراحة، فورا سماعي يعني فورا طريقة كلامي، يعني المرة الثالثة عندما قالت إما تأتي الآن أو لا داعي لأن نعرف بعدنا، شتمتها بصراحة. يعني عندما تأكدت يعني تأكدت من نظرتها إلي، فاهم؟ أنا كنت أظن أننا فقط يعني كنا سنكون أصدقاء وكذا وكذا، لكنها فقط كانت تريد مصلحتها الجسدية فقط. يعني صراحة شتمتها وعملت لها بلوك، ومنذ تلك اللحظة لم أتحدث معها. التجربة الثالثة مع روسيا أخرى، كنا أصدقاء تقريبا لمدة أعتقد لمدة 6 أشهر. 6 أشهر صداقة صراحة رائعة، فاهم؟ رائع. أنا دوما أقول الأشياء كما هي، السيء أقول أنه سيء والجيد أقول أنه جيد، فاهم؟ كانت صداقة رائعة جدا، فاهم؟ كانت عندما تحتاج، عندما لديها مشكل أو كذا تجدني، عندما كان يكون لديها مشكل أو كذا تساعدني، فاهم؟ يعني بجميع التفاصيل. العجيب في الأمر هو أنه ذات يوم، يعني تخيل معي بعد 6 أشهر، ذات يوم اكتشفت أنها متزوجة. تخيل معي الصدمة التي شعرت بها يعني في ذلك اليوم، فاهم؟ يعني تكون صديق لشخص ما وبعد 6 أشهر لا تشعر أي شيء، يعني عمرك يعني لم يقع في ذهني ولو لحظة واحدة أنها متزوجة، فاهم؟ كانت صدمة قوية صراحة، انصدمت. هي كذلك يعني شعرت بالأسى وكذا، قالت لي سامحني وكذا. قلت لها يعني فاهم، أذكر أنني انصدمت، لم أعرف ماذا أقوله، فاهم؟ يعني أنت صديق لشخص، لإنسانة متزوجة لمدة 6 أشهر ولا أحد يعرف. خلاص من هذه يعني قلت لها السلام عليكم، وصراحة أنا من تخليت يعني على ذلك الأمر صراحة. أنا أمر غير مقبول إطلاقا، فاهم؟ هذا هو السبب، يعني خصوصا يعني بعد هذه التجربة الثالثة. كانت لدي تجربة رابعة ولكنها صراحة لم هي فقط إنسانة روسية، بعد أن حدث هذا الموقف الثالث الذي حكيته لكم. يعني تلك المتزوجة خلاص يعني عملت لها بلوك كذلك ولم أتحدث معها مرة أخرى. كيف ستكون صديق لإنسانة متزوجة؟ هنا في روسيا لديهم موضوع الصداقة عادي،
فاهم؟ يعني أي متزوجة لديها أصدقاء، أي شخص متزوج لديه صديقات، عندهم عادي هنا في الثقافة الروسية. لكننا نحن كمسلمون وكعرب لدينا هذا الموضوع، يعني غلط كبير جدا، هذه كارثة، ليس غلط فقط. يعني منذ ذلك اليوم، أعتقد بعدها بعدة شهور، تعرفت صدفة، يعني لم أقصد أن أتعرف على إنسانة، وصراحة هي بعد ذلك عرضت علي الزواج. كان عمرها تقريبا 32 سنة. هي من يعني قالت لي، يعني لاحظت أنك إنسان محترم وكذا وكذا، وأنا كذلك، أنا يعني سني 32 سنة وأريد الزواج، وأهلها يقولون أنه يجب عليها أن تتزوج، يريد أن يروا أطفالها إلى غير ذلك. صراحة هي كذلك كانت إنسانة محترمة وإنسانة طيبة جدا، لكن صراحة اعتذرت منها، قلت لها بصراحة أنت إنسانة محترمة وكذا، ولكنني لا أستطيع أن أتزوج بروسيا، ومستحيل أن أستقر وأن أعيش في روسيا طول مدة حياتي، فاهم؟ يعني أصلا يعني موضوع أن تتزوج بإنسانة روسية وتأخذها لبلدك، صراحة فكرة، موضوع فاشل صراحة، يعني صعب جدا أن ينجح هذا الموضوع، فاهم؟ وكذلك بعدما لاحظت أن يعني حوالي 70%، يعني روسيا أكثر دولة يحدث فيها الطلاق في العالم، فاهم؟ يعني حوالي 70% من الأشخاص الذين يتزوجون يتطلقون في روسيا، فاهم؟ الروابط، يعني الروابط الاجتماعية بين الناس ضعيفة، فاهم؟ بسهولة الناس يتخلون عن بعضهم البعض، سواء رجال أو سواء نساء. يعني منذ ذلك الحين، يعني هذا كل هذه الوقائع كانت قبل سنتين، فاهم؟ منذ ذلك الحين ابتعدت عن الروسيات إطلاقا. يعني حد ممكن أن تسألوا حتى أصدقائي في الجامعة أو كذا، كلهم قد تجدهم يعني يرون روسيات وينظرون إليهم وكذا، وبينما أنا لا أهتم إطلاقا. فقط يعني أصدقائي الجدد يتعجبون، يقولون ماذا بك يا عبد الغفور؟ أنا بينما أنا فقط بسبب وقائعي الماضية، يعني بدأت أنظر، يعني عندما أنظر إلى أي إنسان روسيا، يعني أضع في ذهني أن احتمالية يعني فشل علاقتك بها هو احتمال كبير جدا، لهذا من الأحسن أنه من البداية أن أبتعد عن الموضوع. كان هذا هو الفيديو أو ستوري تايم بتاع اليوم. إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، اكتبوا لي في التعليق، لكي بين الحين والآخر أضع لكم فيديوهات أحكي لكم تجاربي يعني في روسيا، لكي يعني ليس الهدف فقط أن أحكيها هناك، يعني لكي كذلك أن تستفيدوا من هذا الموضوع. وهذه فقط أنا حكيت عن تجاربي أنا، لا يعني أن الروسيات كلهم هكذا أو شيء، لا إطلاقا إطلاقا. أنا فقط حكيت عن تجاربي، ولماذا لا تجدوا معي يعني بنات روسيات في الفيديوهات إلى غير ذلك من التفاصيل. يمكن أن تجدوا شخص آخر يحكي العكس، فاهم؟ هذا كل ما في الموضوع، وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.